بفهم سلف الأمة. أيها المستمعون الأفاضل، إلى محاضرة بعنوان العمل بالكتاب والسنة لفهم لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد. نحمد الله سبحانه وتعالى على وصل على بيت من بيوت الله، ويجعله لقاء نافعا مفيدا للسامع والمتكلم، ويجعله حجة لنا الله عليها، ويجزي خير الجزاء كل من ساهم ورتب اللقاء، ويجعله كمن كان في سنة المباركة. الموضوع هو في الحقيقة من الأهمية في المكان، خصوصا في هذا العصر. لهذه المحاضرة حيث إنه ينص على مسألة العمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وليس مجالنا في هذه المحاضرة أن نثبت أهمية الاستدلال بالكتاب والسنة بقدر ما نريد أن نثبت به أن يكون الاستدلال على فهم السلف. من يستدل كتاب السنة، لكنه على فهم أو على فهم أهل الأهواء، ولذلك يجب الآن في الساحة خاصة من جانب أهل الأهواء والبدع أنهم يستدلون بآية وحديث، ولكن هل هذا الاستدلال على فهم السلف الصالح أم أنه على فهمهم؟ تستدل بالقرآن على ما ليس له دلالة عليه، وكذلك في السنة على ما ليس له دلالة عليها. إذن لا تغتر بكل من استدل بآية أو اللي قدمناهم خلال شهر رمضان المبارك. حلقتنا اليوم حتكون خاصة فقط بالعصاير، أن يكون دليلا للباطل ضد الباطل، ولعلي بعض الآيات والأحاديث والأدلة التي تدل على وجوب العمل بفهم السلف الصالح، وعندما أذكر هذه الأدلة لأثبت لك الوجوب. أن اتباع السلف الصالح في فهمهم للكتاب والسنة أمر واجب لا خيار آخر. هذا الأول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية ذكرت السابقون من الصحابة، ثم ذكرت الذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم في ماذا؟ في التطبيق، في الفعل، في التطبيق.